Hello everyone, how are you doing my dears? It's a new video on your channel Learn English with Teacher Suma. So la video تاع اليوم راح يكون موجه لتلاميذ السنة الثانية متوسط كما شفتوا في العنوان. راح يكون مراجعة لاختبار الفصل الثاني sequence number 3 ولا المقطع الثالث. كنت ديجا درت المقطع الثاني اللي مازال ما شافوش راهو لهنايا. المقطع الثاني يعني درنا عليه مي اند ماي شوبينغ، وانا والتسوق درنا عليه يعني تاسكس ومراجعات مهمه. سو اليوم راح نديرو سيكونس نمبر 3 ريفيجن ولا مراجعه عامه لاختبار الفصل الثاني المقطع الثالث اللي هو مي اند ماي هيلث اللي تحدثنا على الصحه. So, ولا health. With أول حاجة نبدأ بها هي المصطلحات ولا vocabulary. Vocabulary اللي نلقاوه في sequence number 3، يعني كلش متعلق بالصحة. لا health. Lexis نقدروا نلقاو synonyms كما نقدروا نلقاو opposites. So, synonyms نلقاو illness. Illness نقصد بها sickness, disease ولا health problems. هذو كامل نقصد بهم. Sickness disease معناتها الأمراض، و health problems معناتها مشاكل صحية، ولكن هذو كامل هما synonyms. We go to obesity. Obesity معناتها overweight، يعني زايد في الوزن ولا إنسان سمين. Fat is the synonym. بدين، بدين. Obese نقوله an obese person، يعني إنسان بدين ولا إنسان سمين. نقوله obese نقوله fat. ache. ache بمعنى pain. pain وهي اللي معناها الألم. كنقول pain ولا نقول ache معناتها الألم. نقول أنا مثلا headache. I have got a headache معناتها عندي ألم في الرأس. big. big معناتها large. fast food. fast food بمعنى الأكل السريع ولا الأكل الغير صحي. synonym تاعو هو junk food. good قول I'm good يعني أنا بخير، ولا نقول I'm well. sick ولا sick. sick بمعنى ill يعني مريض. I'm sick أنا مريض. كيف كيف I'm ill it's the synonym. pale ولا awful ولا tired. pale معناتها شاحب، اللي نقصد بها كي يكون واحد وجهه شاحب، ولا نقصد بها أنه راهو مريض تعبان. tired معناتها تعبان. awful يعني سيء، سيء الحالة etc. diet specialist يعني أخصائي تغذية، نقول عليه dietitian. dietitian synonym تاع diet specialist هي dietitian. medicaments نقول medicaments ونقول treatment يعني علاج. دواء نقول treatment traitement. advice بمعنى نصيحة synonym تاعها هو tip. we go to opposites. نلقاو في opposites healthy بمعنى صحي، نقول healthy food unhealthy. كما هنا healthy food junk food ولا unhealthy food، نقدر نزيد لهنا unhealthy food. good the opposite تاعها هو ولا opposite تاعها هو bad. good in a good health for example. bad health يعني صحة جيدة صحة سيئة. less بمعنى قليل، العكس تاعها هو more يعني الكثير. stop معناتها توقف. continue معناتها مستمر. الاوبوزيت تاعها هنا رانا نهضروا على الاوبوزيت. skinny ولا slim نقول انه overweight. هنا skinny معناتها نحيف، slim معناتها عنده وزن. skinny معناتها نحيف وslim معناتها رقيق، لانه نحيف اقل من رقيق. overweight هي العكس تاعها ولا obese. healthy food كما قلنا هو synonym تاعو ولا opposite تاعو هو junk food. so this is concerning the vocabulary or lexis of sequence number 3، يعني هذا فيما يخص مصطلحات المقطع الثالث me and my health. go to the main illnesses or sicknesses، يعني نروحوا لأهم الأمراض اللي نقدروا نلقاوهم في sequence number 3. backache. A backache معناتها ألم في الظهر. Here broken leg معناتها broken leg معناتها الكسر. broken معناتها كسر، وهنا كسر في الرجل. he has got a cold معناتها يعني عنده سعال. he has got the measles يعني عنده اللي احنا نسموه بوشوكا.
have got a toothache يعني عندك ألم في الضرس. She has got a headache عندها ألم في الرأس يعني ألم الرأس اسمه headache. Toothache ألم في السن. معناتها مريض. Bad sight معناتها صعوبة في الرؤية. Stomachache ألم في المعدة. Runny nose معناتها الأنف تاعو راهو يجري. Fever الحمى. Sore throat بمعنى ألم في الحلق. وكات معناتها جرح. So these are the most or the famous illnesses or sicknesses we can face. يعني اللي نقدروا نلقاوهم في هذا السيكونس. تقدروا ديروا لها كابتشور باش تعرفوا هكا أهم الأمراض. We go now to another grammar item. يعني حاجة واحدة أخرى شفتوها في sequence number 3 اللي هي giving advice معناتها تقديم نصيحة. كيفاش تقدم النصيحة تاعك؟ To give advice باش تقدم النصيحة تستعمل should اللي هي affirmative form يعني استعملوها في جملة عادية يعني عليك أن تفعل ذلك. Example you should drink water معناتها نصيحة نقدم له نصيحة أنه عليك شرب الماء. For example shouldn't نديروها للنيجاتيف هي normally should not احنا اختصرناها في shouldn't so هي النيجاتيف فورم تاعها يعني راهي في النافية. Example you should not or you shouldn't eat fast food يعني ما لازمش عليك تاكل الفاست فود. So these are pieces of advice يعني هادو نصائح نستعملو فيهم should ولا shouldn't. Task 1 put should or shouldn't in the right blank. Number 1 sentence number 1 you take antibiotics they are effective يعني عليك اخذ المضادات الحيويه antibiotics هما مضادات حيويه. So should بمعنى عليك. 2 Annie eat fast food and sugary drinks. Annie eat fast food معناتها تاكل الأكل غير صحي and sugary drinks. هنا should ولا shouldn't يعني المشروبات الغازية ولا السكرية. هنا نديرو shouldn't يعني should not يعني ما لازمش على أني أنها تأكل الأكل الغير صحي وثاني تشرب المشروبات الغازية. 3 to lose weight يعني باش تنقص في الوزن ولا باش تفقد الوزن you eat vegetables fruits. كنا نشوفوا vegetables خضار والفواكه في ميزكم انتوما اسكو in your opinion اسكو should ولا shouldn't vegetables and fruits يعني الخضر والفواكه هي من الأغذية المفيدة سو نكتبو should. I feel sick انت اشعر انني مريض. I have got the flu عندي la grippe. I drink herbal teas يعني نشرب الأعشاب ولا التيزان. So we write should. I should. يعني علي أن أشرب. Have you understood? So fusion. يعني لتيزة العشبية ولا الأعشاب. We have you should take antibiotics. And you shouldn't eat fast food and sugary drinks. To lose weight you should eat vegetables, fruits. And I feel sick. I have got the flu. I shouldn't drink herbal teas and infusion. So these are our answers for this task. We go directly to given instructions. ولا the imperative يعني الأمر. قريتو الأمر. ففي الأمر عندنا affirmative form وعندنا negative form. Affirmative form معناتها جملة عادية ولا بسيطة. Negative form معناتها جملة منفية يعني فيها النفي. So كما نعرفو كامل الإمبراتيف يعني الأمر ما فيهش السبجكت يعني هنا ما نلقاوش سوجي ما كاينش فيه فاعل اللي هو subject ما فيهش. كيف في النيجاتيف فورم ما كاش subject we don't have a subject يعني ما نلقاوش في أول جملة تاعنا you ولا we ولا أمين ولا يعني أي subject اللي هو فاعل سأو نلقاو الفعل directement نروحو نديرو الفعل تاعنا ولا الverb تاعنا في الامبراتيف. Example eat healthy food معناتها كل الأكل الصحي. Don't eat junk food. لا تأكل الأكل الغير صحي. هذه هي يعني نلقاو الفيرب هو أول حاجة نديروها. This is a verb and this is another verb. نروحوا للتاسك اللي ممكن أنه يجيكم في الإكزام ولا في الفروض اللي هو
turn the following sentences into the imperative. عنا sentence number one, you should eat proteins. You should eat proteins. ولا ممكن أنهم يعطوكم you eat proteins. ممكن أنه يعطوكم you should eat proteins ولا you eat proteins without should. وش نديرو حنايا؟ رايحين نحو you اللي هي subject ونحو المودل اللي هو should تبقى لنا eat proteins. Eat proteins. Now we start with the capital letter ولا with majuscule وعليه لأنه عندنا الverb تاعنا بدينا بالverb تاعنا. So we write E in capital letters. Eat proteins. Eat proteins. يعني احنا اللي نبدأ بالverb. يعني نبدأ بالverb تاعنا. هذا الverb affirmative وعليه بس كما فيش don't. So you should take an aspirin. يعني لازم تدي aspirin. يعني اللي هي دواء. So you say نحو you لأنه subject. نحو the model should ونخليه take an aspirin. You shouldn't lift heavy things. يعني لما لازمش تحمل الأشياء الثقيلة. نديرو don't lift heavy things. علاش درنا don't؟ لأنه عندي shouldn't لا should not. يعني هذه راهي في النيجاتيف على لغه هنا ديروا النيجاتيف. يو شودنت درينك سودا لازم تشرب المشروبات الغازيه. نحيو سبجكت ونحيو المودل شودنت ونديروا درينك سودا دونت درينك سودا. علاش درنا دونت؟ لانه عندي شودنت اللي هي راهي في النيجاتيف. سو ذيس ار اور انسرز. ايت بروتينز. تيك ان اسبرين. دونت ليفت هيفي ثينجز. دونت درينك سودا. So we continue with the sounds or pronunciation. يعني النطق. قلنا أنه قرينا ولا شفنا في sequence number 3 the sounds sh, sh and k. دائما هي القاعدة تقول كي يكون عندنا sh يكون عندنا هذه ال sh كما في shape, she and fish كسوسوا في أول كلمة ولا في الوسط ولا في آخر الكلمة ننطقها sh, sh sound. We have sh sound. شو ساوند وقتاش نديرو شو ساوند؟ كي يكون عندي سي اتش دائما غير نلقى عندي سي اتش معناتها هذه شو ساوند. واتش تشيلدرن تشوز هذو كامل شو ساوند. ك هذا شو مرات ننطقوه ك كيما هديك بكيك ستوميك اتسيترا. يعني اي هذه دائما ننطقوها ك ولا كيما كيميكال. كيميكال هي مكتوبة CH بصح نطقوها ك. وهنا الكحول الكحول هنايا نطقناها ك صاب ماشي ت. نروحو للسبيشال كيسز ولا للحالات الخاصة. عندنا مرات هذا CH كيف هذا CH ننطقوه ش ش ما موستاش. شيكاغو لايك شاف مشين هذو كامل كلمات مكتوبين CH بصح النطق تاعهم ش كيما هنا. الوغ شو ساوند عندنا شو ساوند عندنا شو ساوند وعندنا ك ساوند. Ask classify the words according to their right pronunciation of the sound شو or شو. سو رايحين هنايا نشوفو البرونونسيشن عندنا شو ساوند عندنا شو عندنا ك. رايحين نشوفو هاد الكلمات ونشوفو وين نصنفوها. عندنا ستوميك ستوميك بمعنى ستوما لا ستوما. سو ش ستوميك واش رانا نسمعو؟ نسمعو في الك ساوند هنا. تشين نسمعو في تش ساوند. شين شو ساوند. شولدر شو ساوند. ريتش تش ساوند. كيميست ك ساوند. ماشين ماشين شو ساوند. اركيتكت ك ساوند. سايكولوجي ك ساوند. باكيك ك ساوند دائما اللي فيها ايك في الك. شوز شو ساوند اند تشيب تش ساوند. اما هذا الدرس راني شرحته في هذا الفيديو اللي راكم تشوفوا فيه اللي هو فيديو تاع حل تمرين صفحه 85 رقم 9 و11. هذا كنت شرحت لكم فيه بالتفصيل هذو الساوندز. صار اور انسرز عندنا هذو هما الكلمات وين نصنفهم شو ساوند تشو ساوند اند ك ساوند.
we go to another thing اللي هي the situation of integration. هذه بالنسبة للgrammar والpronunciation خلاص كملنا. نروح لل situation of integration ولا الوضعية الإدماجية على ممكن وش تكون. راح نعطيكم زوج وضعيات مقترحة يعني زوج احتمالات ونمد لكم يعني وضعيات زوج وضعيات منهجية اللي تقدروا تطبقوا عليها كامل الوضعيات اللي مدوهم لكم. So this is about obesity ولا السمنة. ممكن أنه يديروا لكم مقترح أنه يديروا لكم وضعية على السمنة and give some pieces of advice to avoid obesity يعني يعطوكم يقولوا لكم مدونا مجموعة من النصائح باش هكذا تتفادوا السمنة. وإلا يكون عندكم dialogue between a doctor and a patient يعني الدكتور والمريض وين رايح يذكر له المرض اللي عنده هو يعطي له some pieces of advice باش يبرى لا to remedy from this illness. We start with the first situation. نبدأ مع situation الأولى اللي هي Sammy, my Egyptian friend, is overweight. So he wants to know what kind of diet my dietitian recommends because he knows I have the same health problem. يعني قال لي مدلو النصائح والتعليمات اللي مدهم لي الطبيب لأنه يعرف أنه عندنا نفس البروبلم لا نفس المشكل اللي هو health problems يعني اللي هو السمنة ولا overweight. I'm going to send him an email in which I explain my doctor's advice and recommendations about food and exercise. يعني رايح نكتب له يعني رايح نبعث له ايميل وين رايح نشرح له وكامل النصائح والتعليمات اللي مدهم لي الطبيب وكذلك التمارين والاكل اللي نصحني به. To samiegyptianemail.com يعني هذا البريد الالكتروني تاعو عنوان تاعو. From Algeria, karima@gmail.com. هذا the send the receiver يعني مستقبل الإيميل وهذا السندر اللي هو كريمة. So كريمة راح تبعث لسامي نصائح وتعليمات اللي مدهم لها أخصائي تغذية. Subject: A food and exercise diet. يعني الأكل نظام الأكل والرياضة. Good afternoon, Sami. How are you? يعني مساء الخير سامي. كيف حالك؟ I hope you are fine. نتمنى انك تكون بخير. My doctor advised me and said يعني الدكتور تاعي نصحني وقال you must go on diet immediately. يعني قال لي لازم تروح وتبدا الريجيم تاعك ولا الدايت تاعك الان. You should stop eating fast food. هنا بدا يمدلها في النصائح. You should eat healthy food. هنا قتلو لازم يعني عليك انك تاكل الاكل الصحي. Less fat يعني لازم تقلل من الدهون تقلل من sugar اللي هو السكريات and salt اللي هو الملح. You should practice sport لازم ولا عليك انك تبدأ تلعب الرياضة ولا تمارس الرياضة gym or jogging يعني في الجيم ولا الجري السريع. You drink a lot of water. هنا هذه دي apostrophe هنا معناتها should هذه should بطريقة مختصرة قولوا you should ولا قولوا you'd. You drink a lot of water. لازم تشرب الكثير من الماء. Avoid soda and lemonade. يعني تجنب شرب الصودا والليمونات. You mustn't be a couch potato. ما لازمش تكون يعني إنسان اللي يظل مقابل التلفزيون. يعني you shouldn't spending a lot of time sitting in front of television. يعني ما لازمش تبقى وقت طويل وانت مقابل التلفاز. You shouldn't eat between meals. يعني ما لازمش تأكل بين الوجبات الأساسية اللي هما the principal meals. عندنا عنا breakfast فطور صباح lunch الغداء وعنا dinner اللي هو العشاء. ما لازمش نأكله بيناتهم. If you want to lose weight. لكن حابين نقصه في الوزن. I wish you will be healed soon. يعني نتمنى لك الشفاء عاجلا. Take care. يعني اعتني بنفسك. So this is our email. وهذا الإيميل اللي هو نموذجي قلت لكم يقدر يكون أي situation يمدوها لكم. التعليمات تاعها تكون give some pieces of advice to avoid overweight. يعني التعليمات تاعها ولا المغزى منها يكون أنه تمد نصائح باش تتجنب السمنة لا باش تنقص في الوزن. هذه هي التعليمة المنهجية اللي تقدروا تديروها. فيها مجموعة من النصائح اللي ممكن تدوها وتطبقوها للوضعية اللي مدوها لكم.
نروحوا الناو النمبر 2. نمبر 2 اللي هو دايلوج، ممكن كذلك انه يجيكم دايلوج اللي هو between a doctor and a patient. هنا patient تاعنا ولا مريض تاعنا اسمه جواد. جواد is a small boy, he is sick يعني راهو مريض. He is at the doctor's office now, راهو الان في مكتب الدكتور ولا الدكتورة. جواد, good morning, I'm جواد. قال لها صباح الخير, I'm جواد, أنا جواد. I'm 10 years old, يعني في عمري 10 سنوات. Doctor, good morning جواد, can I help you please? نعم, تقول له صباح الخير, تقول له كيفاش نقدر نساعدك ولا هل ممكن أنك نساعدك. هذو الإكسبرشنز اللي كنت تشوفوا فيهم هنا ممكن أنكم تاخذوهم باش تديروا الديالوج تاعكم. يعني أي تروح للطبيب لأي على جال أي مرض ممكن أنك تبدأ السالوتيشن تاعك يعني التحية تاعك تبدأ بهكا. جواد, I don't feel well, يعني مانيش نحس روحي بخير. I have a bad stomachache, عندي ألم في المعدة. دكتور, don't worry, يعني لا تقلق. stomachache هنا نقدروا نبدلوها بالمرض اللي عندنا. مثلا نقولوا I have the flu, يعني عندي la grippe. I have cough, يعني عندي سعال. For example, عندي headache, رأسي يؤلمني, etc. ولا toothache, if you go to the dentist, يعني toothache اللي هي ألم في الضرس ولا في السن. So, doctor, you have a stomachache. هنا نقدروا نبدلوا المرض بتاعنا, نديروه بأي مرض آخر. Doctor, don't worry, I will give you a small check-up. Check-up هو الفحص. So, check-up, نقولوا أنه الفحص. يعني كذلك هذه الإكسبرشن تقدروا تستعملوها في أي دايلوج. دكتور, you have a stomachache, do you drink sodas? بطلو عندك ألم في المعدة, اسكو شربت الصودا ولا المشروبات الغازية؟ جواد, yes I do, I love them. قالها نعم شربتهم لأنه نحبهم. دكتور, هنا رأيت مدلو في مجموعة ولا pieces of advice, يعني مجموعة من النصائح ممكن أنكم تبدوهم كذلك وتستعملوهم في الوضعية تاعكم ولا في الدايلوج تاعكم. You should not drink soda, يعني ما لازمش تشرب المشروبات الغازية. And you should not eat unhealthy food like pizza, ما لازمش تاكل الأكل الغير صحي كما البيتزا. Cakes, الكاكات, and hot dogs, يعني كما السوسيس المرقز. But you should eat healthy food like vegetables, fruits, and drink too much water. قتلو, ولكن عليك أنك تأكل أكل صحي كما الخضر الفواكه وكما تشرب بزاف الماء. Also, you should take these drugs and come back in 2 weeks. قتلو لازم تاكل هذه الميديكيشن ولا drugs, يعني عطاتلو drugs اللي هما pills, وقتلو يعني الدواء, وقتلو رجع بعد 15 يوم يعني 2 weeks. جواد, thank you so much, doctor, welcome. هادو كامل تقدروا تستعملوهم أفاغ هنا stomachache, ممكن أنكم تبدلوا المرض. So this is our video for today. إن شاء الله أنكم استفدتوا منه. If you have any questions, leave it in the comments. Don't forget the like for video and don't forget to subscribe in the channel. يعني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم any news. Thanks for watching. Goodbye.